تجهيزات تحصل. أعرف بأربع أصوات المدينة من اليمين للشمال. محمد نور بارتيشنز أند روم وعلى الفتاحون. بعدين طوالي أخوي تيمو على التلفاز. وأنا إبراهيم وده عمنا بيرم يا جماعة تدجيتات. وعبادة محمد موسى أحسن جيتارست فيك يا سودان. طيب الأغنية الأولى اللي حنبدأ بها دي هي أصوات المدينة ذات الزمن على الفرقة. فحتقوم كلكم تعملوا معي كده. أيوه يا سلام. ماله لوحة ولا مرة
طيب الاغنيه دي برضه دايره الناس تغني معاها فيها. انها الدنيا كده 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 تستبيح الامنيات وتؤمن قلب والعقل سوا. انها الدنيا كده 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 تستبيح الامنيات وتؤمن قلب والعقل سوا. لا يسمع الناس ذا اللون. انها الدنيا كده تستبيح الامنيات وتؤمن قلب والعقل سوا.
أهل جسر. هل كلنا حصل كالآن هشوف الليل وبلاقيها. في معلومة ده أنا بقولها قبل أي شيء، القصة دي حقيقية جدا 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 للأسف، ولسه هكمل له معايا يعني. واسرح في عيونك انه انا ده جزء وشغلني روما وترجع منك مهموم. حقك عليا انا يا حبيبه، اصلا حصل غصب عني.